السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. إزيكم وحشون، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. أخيرا توصلت لعلاج للجدري، فعلا فعلا علاج، مش الحاجات اللي هي المسة والحاجات اللي احنا كنا بنعملها، الحاجات اللي مش هقول لك برضو رش الناموس والجير والحاجات اللي هي والنظافة والحاجات دي. المرة دي فعلا علاج أنا ما شفتش حد استخدمه. صديق ليا من دولة عربية شقيقة هو اللي قال لي على العلاج ده. بصراحة أنا زي ما أنتم عارفين بحب أجرب، فانا قلت اجرب مش هتخسر حاجه، فجربت على مجموعه حمام كنت عازلها لوحدها كده، والحمد لله بعدها جربت على باقي الحمام كله وعطيت الحمام كله من نفس العلاج. وادي النتيجه، الزغاليل اللي انتوا حضراتكم شايفينها دي طبعا نظيفه زي الفل، هو زي ما حضراتكم مفيش حبايه جدري مفيش اي حاجه. العلاج ده بيعالج الجدري وبيعالج الكنكر والفطريات، علاج اساسي للجدري وللكنكر. هسيب لكم منظر الزغاليل اللي كانت قبل كده، الزغاليل المصابه. طبعا انا اتخلصت من كل الزغاليل المصابه عندي في المكان ده، بدايه زي ما قلت لك عشان تكون ماشي صح، ما تخليش اي زغلول مصاب في المكان عشان هو اللي بينقل عندك العدوى من جديد. فانا ده اللي انا عملته في فيديو سابق قبل كده، هسيب لك رابط الفيديو في وصف الفيديو، وعلى طول هقول لك العلاج. بس ارجوك ارجوك اعمل لايك للفيديو، لان اللايك بتاعك بيرفع الفيديو ويخلي اكتر حد يشوفه، وبرضو عايزين الناس كلها تستفاد وتعرف العلاج ده. انا مجرب العلاج ده يا جماعه على حمامي. يبقى هندخل على طول على العلاج. دي ازازه بتاخد 100 سنتي دواء، ازازه دواء فاضيه بتاخد 100 سنتي دواء، فهنحط فيها نصها ميه وهنحط عليها 5 جرام من كبريتات النحاس زي ما حضرتك شايف اهي اللي شكلها ازرق دي، 5 جرام من كبريتات النحاس. هتقول لي اجيبها منين؟ لو ما لقيتهاش عند البيطري، الصيدليات البيطريه، هتلاقيها عند اللي بيبيعهم الحبوب الزراعيه والمبيدات الزراعيه، تمام؟ لان دي بتستخدم كمبيد للافات الزراعيه وللحشرات، بس طبعا بمقادير، احنا بنستخدمها بمقدار قليل جدا. دول 5 جرام هنحطهم على 100 سنتي ميه، تمام؟ 5 جرام. وهقول لك برضو الطريقة، ما تستعجلش عشان ما تموتش الحمام بالشكل ده عشان ما فيش حاجة تقع في الأرض. خلي بالك ده سام يا جماعة، لأن ده بيستخدم كمبيد للحشرات والآفات الزراعية والحشائش كمان، تمام؟ يبقى هنكون حريصين في استخدامه. 5 جرام في نص الإزازة مية، أرجها ارجها كويس قوي لحد ما تختلط بالميه، بس خد بالك هي ايه اختلاطها صعب شويه فتاخد وقت معاك شويه في الرج شويه، تمام؟ اهو بعد ما رجيتهم اعمل ايه؟ مش كده بس، ما تمشيش وتسيب الفيديو وتروح تنفذ من مع نفسك، الحمام هيموت لو منفذت بالجرعه غلط. استنى لما تعرف الجرعه هتستخدمها قد ايه على اللتر، وكمان في فوائد تانية هنقولها لها استخدامات تانية كمان يا جماعة. حطينا خل التفاح مع كبريتات النحاس في الازازة بتاعتنا، وهنكمل الازازة مية لحد هنا كده الميت سنتي، زي ما الازازة بتيجي بالدواء بتاعها من الصيدلية البشر او اي ازازة عندك تاخد الميت سنتي كده. بقى عندنا المحلول بتاعنا، هنات العلاج بتاعنا ده طبعا هو الجرعة بتاعته مخففة جدا جدا، انا بستخدمها بتركيز خفيف جدا. ليه بقى بستخدمها خفيف جدا؟ لاني انا هستخدمها لمدة 7 ايام، احنا هنستخدمها 7 ايام. نص سنتي من المحلول ده على لتر المية، هحط النص سنتي في المسقة زي كده واملها مية واقدمها للحمام لمدة 7 ايام. لكن فيه شيء مهم جدا، ده هيكون خطير على الكبد وعلى صحة الحمام زي ما قلت لك، لانه مادة سامة بتستخدم في المبيدات الزراعية وبتستخدم لمبيدات الحشائش كمان كمبيد للحشائش اللي هي الحشائش الضارة في الزراعة. فعلشان نتجنب الموضوع ده هنأتي قبل ما نأتي العلاج ده 4 ايام قبلها، هنأتي 4 ايام منشط كبد، وبعد ما نخلص ال7 ايام العلاج برضو هنأتي 4 ايام منشط كبد، تمام؟ يعني ان شاء الله احنا مخففين الجرعة خالص، لكن علشان نتجنب اي مشاكل، تمام؟ بيستخدم في ايه كمان؟ ممكن ان انت تحمي منها الحمام، الطبق ده نحمي فيه الحمام، فاحط فيه 5 بنفس المقادير، 5 سنتي من التركيبة بتاعتنا دي يا جماعة، يبقى برضو نص سنتي على اللتر، خلاص 5 سنتي اهم، واسيب الحمام يستحمى فيهم.
حط لهم الميه وسيب الحمام يستحمى فيهم. ليه بقى؟ دي برضو مفيده للحشرات. تمام، زي ما قلت لك هو بيستخدم مبيد للحشرات، حط عليهم الميه، العشرة لتر مية على 5 سنتي من محلول كبريتات النحاس، الحمام هيستحمى فيها ويبقى ما فيش فيه حشرات. بتستخدم في ايه كمان الحكاية دي؟ لتطهير الخراطيم. لو انت طبعا كان عندنا مشكلة اللي انا بسببها لغيت اللي هي السقايات الاوتوماتيك دي ونظام الخراطيم دي، انا لغيتهم وشلت السقايات، لكن ان شاء الله هرجعهم وابدأ ان انا مشكلة النظافة والخراطيم اللي هي اتحلت الوقت، اللي هي ان انا احط في نفس المحلول ده بنفس المقادير في الجردل بتاع المية وهو هينزل في الخراطيم، هينظف الخراطيم في نفس الوقت، يكون علاج للحمام، يعني ما عادش عندنا مشكلة في نظافة الخراطيم. حد هيقول لي انت جبت الكلام ده منين؟ لو بحثت عن كبريتات النحاس هتلاقيها، فانا هوفر عليك الموضوع ده وهسيب لك اللينك تحت تشوف وتقرأ معلومات عن كبريتات النحاس قبل ما تستخدمها. طبعا هو الحمام هيبدأ يشرب منها ويبدأ يستحمى، وبالطريقة دي انا قضيت على الجدري تماما. دي المسقة بتاعتنا هي اللي فيها العلاج، الحمام يشرب منها برضو لمدة 7 ايام، ده اللي انا عملته قبل كده، وبرضو هنا الحمام هيستحمى فيها. طبعا احنا بنحمي الحمام في الحر ده مثلا مرتين في الاسبوع او زي ما انت بتعمل يعني، طبعا الجو حر جدا جدا فانت ما تنساش انك تحمي الحمام. بس لو حطيت كمان المادة اللي انا حطيتها دي كبريتات النحاس مع خل التفاح بنفس التركيز ده، ان شاء الله هيجيب معك نتيجة. شوف الحمام بيشرب منها هوت، بسم الله ما شاء الله، فعلا فعلا انا ما كنتش مصدق يا جماعه ان جدري كان عندي انتشر في خلال اسبوع، بقى حاجه صعبه جدا، بس انا تخلصت من كل الزغاليل المصابه دبحتها، اللي رميته واللي هو كويس طبخناه الحمد لله وكلناه بالهنا والشفاء يعني. فطبعا الموضوع ده في ناس تاكله وفي ناس ما تاكلوش تقرف منه، المهم ان انت هتتخلص من الزغاليل المصابه. وبعدين برضو حاجة مهمة كنت قلت لك عليها، ان انت الجير يا جماعة ما تخليش اي طواجن مبلولة، رش اي مكان فيه بلل على الارض بالجير. والتطهير، طهرت بعد ما ذبحت الحمام، طهرت بفيركون اس كل السلكات وجميع المكان، بقيت ارش مثلا كل انضف مرتين في الاسبوع وارش بفيركون اس مرتين في الاسبوع برضو بعد التنظيف، ارضيات وحطان وسلكات وكل حاجة، مفيش حشرات خلصت عليها الحمد لله بالسباسيل اللي انت عارفه اللي بنستخدمه دايما، الشباك السلك هوت موجود مفيش ناموس بيخش عشان كده. لكن طبعا لو عملت كل الحاجات دي صدقني هو الفيروس موجود في المكان، طالما ان الزغاليل موجودة في المكان تخلص من الزغاليل اللي هي مصابة، بعد كده ابدأ استخدم العلاج بتاعنا والنظافة والحاجات اللي احنا قلنا عليها دي، ان شاء الله بإذن الله هتلاقي الزغيل عندك بقت نظيفة. بصراحة يا جماعة النتيجة، والله النتيجة انا ما كنتش مصدق ان انا هتخلص من الجدري بالسرعة دي، حقيقي يمكن انا غبت عليكم عشان انا كنت مركز، قلت لك مش هنستسلم للجدري، بس الحمد لله. لو انت جربت العلاج بتاعنا ده قول لنا رأيك في تعليق. كده اكون خلصت موضوع فيديو النهاردة، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.